عيون الشارع العربي بتتجه اليوم نحو الرياض، حيث تنعقد القمة العربية الطارئة بهدف التوصل إلى موقف عربي موحد ضد التصعيد الغاشم للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. ما هي الرسائل التي تحملها تلك القمة؟ ما الذي ينتظر منها؟ ما هي المخرجات اللي ممكن تخرج منها لحماية أهلنا في قطاع غزة؟ تفاصيل أكثر وقراءة عن قمة الرياض الطارئة والدور المصري والمحوري في القضية الفلسطينية، وكيف كانت قمة القاهرة للسلام البداية لضبط المسار. معنا الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. صباح الخير على حضرتك يا فندم. بعد التحية، يعني قمة القمة العربية بالرياض بالفعل يعني العيون كلها تتجه إليها الآن، وهناك أمال بأن يكون هناك مخرجات بالفعل تستطيع أن تحقق ما تتمناه الشعوب العربية من فكرة وقف التصعيد في قطاع غزة وإدخال المساعدات، وأيضا نتكلم عن الأهمية والتوقيت. رؤية حضرتك يا فندم. يعني بالتأكيد طبعا القمة مهمة، لأنه أي موقف عربي بيتم اتخاذه بشكل جماعي بيبقى مؤثر بشكل كبير، لأنه يمكن حتى في السابق كانوا ناس كتير يقولوا ما فائدة القمم العربية وغيره. لا، القمة العربية بتبقى مفيدة. صحيح. وجود مواقف عربية قوية، هذه الدول اللي موجودة فيها جزء كبير جدا حلفاء للولايات المتحدة، والولايات المتحدة لها مصالح في هذه المنطقة، فبالتأكيد لما يبقى في موقف واضح ده بيبقى خطوة مهمة في الطريق. الأمر الأهم هنا بصراحة يعني هو القاهرة للسلام. لما الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا ليه في البداية، كان في ناس كتيرة بتتساءل هو ليه نعمله بسرعة. كان خطوة عاجلة جدا، وساهم بدرجة كبيرة في نقل الصورة للأطراف الغربية اللي كانت ربما مش بس مش عارفة، لا كمان مش مدركة خطورة موقفها في الدعم المستمر لإسرائيل. فالحقيقة إنه وجود موقف عربي وحضور كثيف من رؤساء ورؤساء الوزراء والمسؤولين العرب في قمة الرياض سيكون مفيد في تحديد موقف وخطوط في مواجهة فعلا حرب إبادة وحرب يعني تصفية عرقية. فيمكن في المرات اللي فاتت كان دايما بيبقى فيه توقف عند لحظة معينة، الضرب بيتوقف عند لحظة معينة أو قبول لمبادرات وخطوط. المرة دي يبدو الأمر خارج حتى سيطرة الاحتلال، بالرغم من أنه ما حققش أي نتائج يفترض أنه يتوقف ويلتزم بالقوانين الدولية والأعراف الدولية. هو لم يتوقف ولم يلتزم، وبالتالي فوجود أي تحرك عربي دايما، لو احنا فاكرين حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدى السنوات العشرة السابقة كان دائما يدعو إلى وجود موقف عربية قوية، وانه الشراكة والتعاون والدفع. اي الدول العربية بتجتمع على موقف واحد كل دولة بتستفيد بشكل فردي، ومع ذلك بيكون الموقف العربي قوي وقادر على التأثير. غير صحيح انه العرب معهمش اوراق، العرب معهم اوراق يستطيعوا حتى في حالة توحدهم يكونوا قادرين على فعل ده، وده كان واضح جدا في قمة القاهرة للسلام بشكل كبير يعني. طب السؤال أستاذ أكرم دلوقتي، يعني بعين الصحفي والمتابع، ما المتوقع من هذه القمة؟ ما هي المخرجات التي يمكن أن تخرج منها لوقف إطلاق النار وآليات الضغط العربي؟ يعني الأوراق التي تمتلكها الدول العربية للضغط ووقف هذه الحرب. الأوراق أولا يعني فيها علاقات تجارية وعلاقات اقتصادية وفي مصالح للولايات المتحدة، وخلينا نتفق أنه الولايات المتحدة هي الداعم الرئيسي وقائد داعمين للاحتلال، لأنه منذ اللحظة الأولى في مليارات بتدفع، في فلوس بتأثير. هذه الأموال يعني اللي أنا بشوفه أنه هو في مصروف يومي بيدفع بتاخده إسرائيل. إسرائيل اقتصادها تقريبا مشلول تماما، احنا عارفين انه هذه الحرب استدعاء الاحتياطي بنسبه 18 ل 20%. احنا بنتكلم على الجامعات تقريبا واقفه، 70,000 تم استدعائهم من الجامعات بين طلبه وبين اساتذه وبين كوادر، الجامعات واقفه، المصانع، البنوك غير، فبالتالي هي بتاخد مصروف مباشر. فافترض انه الولايات المتحده يكون لها تاثير، وفي ضغوط النهارده على الولايات المتحده هناك، حتى في الولايات المتحده انقسام داخل الحزب الديمقراطي بسبب هذا الامر، فرهان بايدن على الانتخابات ربما اختل وتراجع. الامر الاخر انه بالتاكيد اي رئيس امريكا واي اداره امريكيه
لها مصالح في المنطقة ومصالح ممتدة، سواء مصالح أمنية أو مصالح تجارية واقتصادية، يعني بيحصلوا على فلوس في صفقات وفي بترول وغيره. مش بنقول استخدام بس البترول اللي هو استخدم في 73 وكان ناجح جدا، لا، كمان العلاقات الاستراتيجية مع هذه العلاقات المفترض إنها ما تكونش ببلاش. يمكن كمان ده كان واضح قوي الحقيقة، عاوز برضو أروح لنقطة المصالح دي، إنه بالرغم من في علاقة استراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، إلا إنه الدولة المصرية بتفرق تماما بين المواقف المبدئية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو رفض التوطين أو رفض التهجير أو غيره، وبين العلاقات. يعني دايما في علاقات، لكن هذه العلاقات تسمح بمستويات من الخلاف. فدايما مصر، أنا بذكر بإنه على مدى السنوات اللي فاتت، مش بقول إنه كان الرئيس بيدعو لقوات عربية، لا، كان بيدعو المواقف العربية لأنه شايف إنه العالم بيتجه إلى انشغالات خاصة أكتر. يعني حرب أوكرانيا واخدة جزء، المنافسات الاقتصادية والسياسية، القوى الكبرى، إعادة تشكيل النفوذ في العالم برضو مهمة. فأعتقد الدول العربية، كمان الدول العربية لديها أوراق، لتواصلات مع الأطراف النفوذ القوية زي الصين وزي روسيا وزي غيره، يستطيعوا أن هم في عالم بيتشكل بشكل مختلف. صحيح. أمريكا قوة فيه وليست القوة الوحيدة، وده أعتقد مصر طرحاه، وقمة القاهرة للسلام الحقيقة لعبت دور مهم في التمهيد لده، وإمكانية اتخاذ مواقف ده شيء مش صعب. بالعكس، يمكن بعض الناس يروا أنه إذا القاهرة أو الرياض أو غيره، كل دي المواقف، ومصر لم تتخلف أبدا ولم تتأخر عن أي قمة عربية أو فعالية عربية يكون لها داخل في دعم القرارات العربية في هذه المواجهة، لأنه هذه حرب صعبة جدا وطالت ولم تحقق أهداف سوى قتل المدنيين. فأعتقد أنه المأزق لنتنياهو والبايدن والغيره ممكن يكون القمة العربية والمقرفة العربية لها تأثير كبير. وحتى يعني لطالما كان يؤكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية وحدة الصف العربي وأيضا أهمية التكتل العربي. أستاذ أكرم، قبل ما أروح مع حضرتك للسؤال الثاني، إحنا بنشاهد مع حضراتكم مشاهدين الآن هذه المشاهد مباشرة من قطاع غزة، وهذا القصف العنيف المتواصل على قطاع غزة، دخلنا في اليوم 35، وهذا القصف المتواصل منذ أكثر من شهر على قطاع غزة كما نشاهد مع حضراتكم الآن. أستاذ أكرم، يعني حضرتك تحدثت عن أهمية الضغط العربي وأيضا أوراق الضغط اللي بيمتلكها أو تمتلكها الدول العربية. السؤال يا فندم، هل نتوقع بالفعل مناقشة آليات الضغط العربي على صناع القرار لوقف الحرب؟ لأنه أعتقد بات جليا أنه يجب وقف، على الأقل وقف إطلاق النار، حتى تستطيع مش بس انفاذ او نفاذ المساعدات، لكن ايضا حتى تصل لاهالينا في قطاع غزه. يعني قصف متواصل، ضحايا وشهداء بالالاف، فحتى فكره انه ايصال المساعدات يعني باتت برضو الى حد ما يعني شكلها مش عايزه اقول غير مجديه الى حد او صعبه، خلينا نقول صعبه، ولكن بالفعل يجب وقف إطلاق النار. فالسؤال هنا يا فندم، هل بالفعل ستتجه الدول العربية اليوم لمناقشة آليات أو استخدام أوراق الضغط؟ شوفي، هو طول الوقت يعني يمكن بنرجع للقمم العربية، وكنت بقول إنه كثير من المجتمع العربي كان يرى إنه القمم غير مفيدة وإنها تستند فقط إلى الشجب والإدانة وغيره، لكن أنا بعتقد إنه مجرد تجمع الموقف العربي ده في حد ذاته بيبقى نوع من القوة، لكن هم يدرسوا آليات العمل. يمكن يجب أن ننطلق من، يمكن بنرجع دايما للموقف المصري، بننطلق من عدة أشياء. أولا، في الجزء العاجل إدخال المساعدات، ومصر حرصت على الدفع فيه بشكل كبير، وأعتقد بذلت مجهود كبير قد لا يراه البعض، انه مجهود مش بس المعلن في المطالبه، لا، في اتصالات، وفي مصر لها اتصالات مع كافه الاطراف. ففكره، ومصر لم تغلق المعبر واستقبلت زي ما شفنا الجرحى وذوي الجنسيات وحطت شروط وكده، والمعبر مفتوح من الجهه المصريه، وكانت المشكله في ان الاحتلال بيقصف الجزء الفلسطيني. دي نقطه، ده الجزء العاجل. الجزء الاهم هو الى اي مدى تستطيع المنطقه من خلال قرارات للقمة العربية أو من خلال اتصالات الدول في دول عربية مختلفة لها علاقات مع، إما مع الولايات المتحدة أو مع الأطراف الأوروبية
او مع غيره، يعني ده كلام واضح في مشروعات وفي مصالح وفي غيره الامريكان والاطراف المختلفه. هذه المصالح يجب ان تكون جزء من هذا الامر. لن يخسر العرب كثيرا اذا استخدموا اوراقهم بشكل فاعل وبشكل المعارك السياسيه والدبلوماسيه والامنيه وغيره بتدور، وفي اتصالات وفي مصالح مختلفه حتى مع جوانب الاحتلال وغيره حتى المناطق الاقليميه، وده شيء اصبح معلن هوش مخفي، وبالتالي فتوظيف الاوراق ده شيء مهم. وانا ضربت مثل بانه مصر اكثر دوله لها علاقات، عملت سلام مع اسرائيل وكان في حرب قبل كده، ثم لها علاقات مع الولايات المتحده، ومع ذلك طول الوقت في اختلاف في وجهات النظر تمسكا من مصر بموقفها المبدئي تجاه القضايا الفلسطينيه او في قضايا امنيه وفي قضايا مختلفه. قضيه التوطين اعتقد ان صحيح. او التهجير كانت مصر حاسمه جدا في خطوطها الحمراء ان مصر واعتقد يا استاذ اكرم انه قضيه رفض التهجير القسري للفلسطينيين هيكون بند رئيسي في اجنده بالضبط. القمه اليوم بالضبط. لانه في اجماع عربي ومواقف دوليه كثيره بتؤكد على الموقف المصري الرافض من اليوم الاول لسياسه التهجير والتوطين وترحيل بالضبط. الفلسطينيين بالظبط، وده دي نقطه في غايه الاهميه الحقيقه، وجود موقف عربي مهم. مش صحيح انه دايما في استهانه او تقليل من قيمه القمه العربيه، وكمان هذهب للنقطه المهمه انه دايما مصر بتذهب اليها. الجزء العاجل مهم، وقف ادخال المساعدات ثم وقف اطلاق النار جزئيا او استمرارا وقبول مبادرات الوقف النهائي لاطلاق النار، ثم ماذا بعد؟ يعني يجب ان يكون هناك رؤيه عربيه لماذا بعد حتى لا يتكرر هذا الامر. مصر بتروح للقضيه الرئيسيه اللي هو يجب ان يكون في موقف عربي، تمسك موقف عربي بالدوله الفلسطينيه. بالمناسبه السلام سيكون مرحله اكثر صعوبه من المعارك. هنا فكره تاكيد على حل الدولتين استاذ اكرم، لانه دايما في اغلب القمم العربيه طرحت مبادره السلام العربيه ولم تتجاوب اسرائيل معها في 2002 في 2002، وكانت مبادره مهمه. والحقيقه انه يمكن البعض استعجل في انه يقدم الوعود بدلا من الشروط، يعني بمعنى انه المبادره العربيه للسلام صحيح. اطلقها الملك عبد الله في 2002 في بيروت كانت مهمه لانها كانت بتبادل السلام بالسلام، يعني الارض بالسلام صحيح. بالتطبيع بغيره، يبقى فيها علاقات ممتده وعلاقات دائمه. يمكن البعض استعجل ده، لكن كمان خلينا نقول انه اسرائيل كانت في وقت من الاوقات بتقول ايه السلام مقابل السلام. لا، ما فيش حاجه اسمها السلام صحيح. مقابل السلام صحيح. اعتقد ان التجربه الان اثبتت انه لن تحظى اسرائيل باي درجه من السلم او الاستقرار او غيره ما لم يحصل الفلسطينيون على ارضهم. المهجرين والناس اللي بيجيبوهم والتشكيلات اللي بيجيبوها من بره ابتدت تتوقف، وده كلام نظريات اسرائيل بعدم وجود حدود ومن النهر الى البحر. ده كلام اثبتت التجربه فشل وتهافته. اسرائيل مش قادره تعيش في وسط الفلسطينيين اللي هي واخده اراضيهم، وبالتالي فالضغط في التبادل. صحيح ده ظاهر انه المتطرفين في اسرائيل السائدين دلوقتي، لكن في تيار في اسرائيل موجود دلوقتي ويمكن قراءته في الصحافه وفي الاعلام والخبراء بينقلوه، بيرى انه هذا الحل حل الدولتين ضروري صحيح. حتى يمكن الامان، لانه احنا بتتكرر هذه الامور مهما كان العدوان ومهما كان الاباده ومهما كان غيره، ما تزال الصواريخ بتسقط على اسرائيل حتى لو كان تاثيرها قليل بتزيد. واللي حصل في 7 اكتوبر ده تغير نوعي كبير صحيح. جدا يجب ان يضع اسرائيل في الواجهه. فبالتالي عوده للقمه يعني العربيه انه العرب لديهم اوراق ولديهم قدرات في حال تعاملوا بجديه وبوحده وبشراكه وبتعاون ودون تنافس. وكمان الحقيقه الانتباه لنقطه مهمه انه اللي بيحصل دلوقتي احيانا في محاولات كده في المنطقه او اللجان الالكترونيه والمنصات المعاديه وغير يحاولوا يوقعوا بين الدول العربيه. مفيش تنافس بين الدول العربيه، الدول العربيه مصالحها واحده انها تتعاون مع بعض وتواجه، لان هذا الامر ينعكس بالسلب على الجميع. هذه الحرب تاثيراتها الاقتصاديه وتاثيراتها السياسيه، تأثيرات حتى الاجتماعية في المجتمعات تحدث خلخلات. العالم كله النهاردة بقى متفاهم هذا الأمر وفي تغيير حقيقي في أوروبا، فبالتالي من المهم أنه يبقى في قمم العربية، وده موقف مصر دائما الحقيقة لازم موقف عربي ويبقى فيه قدرة على التنسيق. ومصر دعت على مدى السنوات لهذا الأمر، ودي نقطة. في أوراق يمتلكوا أوراق،
في حال التوحد يمكن إصدار أكثر مما البيانات واتخاذ مواقف والإشارات بتهديدات وغيره. في اتصالات دائما خلف الأسوار أو خلف الجدران بتكون فاعلة أكثر، وإحنا دايما بنقول إن اللي بيظهر ده قمة جبل الجليد والباقي تفاصيل. يعني إذا بنتكلم عن الدولة المصرية في جهود جبارة بتبذل من كافة المؤسسات دبلوماسيا وسياسيا وأمنيا وغيره، ما بتظهرش غير أن نتائجها بتتحقق في مبادرات بتطرح، في اتصالات، في تبادل محتجزين، في غيره، كلها بتقود في النهاية إلى اتخاذ موقف. لكن وجود موقف عربي بيمثل ظهر للقضية الفلسطينية وتحرك دول كبيرة زي مصر أو غيره في وجود موقف هو حائط، يعني هو حائط صد، وهو كمان خلينا نقول ذراع حماية لكل الدول العربية، زي ما حضرتك تحددت هذه الحرب على قطاع غزة بالفعل ليها تداعيات اقتصادية وسياسية أيضا اجتماعية، أيضا هي رسالة أنه يجب أن يتحد الصف العربي. على أي حال يا أستاذ أكرم، أيضا تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بأنه يمكن أو أنه حل موجود استخدام أسلحة نووية أو قنابل نووية في قطاع غزة هو وارد أو متاح، وده اللي تم تحليله على أنه بالفعل إسرائيل تمتلك أسلحة نووية. سؤال حضرتك يا فندم هو هل هيتم مناقشة هذه النقطة تحديدا أو هذا الملف في هذه القمة، أو كيف ستنعكس هذه النقطة على قرارات هذه الجلسة اليوم أو هذه القمة اليوم؟ لا، مهم جدا، لانه خطر حقيقي. هو مش فكره امتلاك اسرائيل، هو اسرائيل بالتاكيد بتمتلك اسلحه نوويه. وهذا التصريح الحقيقه بيجدد اهميه ان العرب يتخذوا او الدول العربيه تتخذ مواقف من نزع الاسلحه النوويه. يعني الدول العربيه كلها او مصر ودول كثيره وقعت على اتفاقيه نزع الاسلحه النوويه، صحيح، اسرائيل لم توقع على هذا الامر. وهذا التهديد الحقيقه، هذا الوزير وزير التراث ده بينتمي اصلا لعيله ابوه حخام ومن الذين يحرضون على من الأقليات الدينية شديدة التطرف، عاملة زي الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية عندنا المتطرفة بنفس التفاصيل. فطبعا التهديد بالسلاح النووي حصل قبل كده في 73، كان في أوراق إنه موشي ديان أصيب بلوثة بعد الهزيمة، فكان بيتحدث على استخدام أسلحة قد وقتها ربما لم تكن إسرائيل لديها أسلحة بنفس القوة، والولايات المتحدة هي الداعم لها. لكن استخدام هذا اللفظ يجب أن يكون له مردود جاد لدى الدول العربية، لأنه هو مش تهديد لنسبة، هو تهديد أيضا لإسرائيل، لأنه في غباء في استخدام أسلحة نووية أو أسلحة محرمة دوليا، صحيح، في مناطق مكتظة بالسكان أو مناطق متجاورة، وده حصل في حروب كثيرة، يعني إيران والعراق وغيره. لكن الأسلحة النووية والتهديد بها يجب أن يؤخذ بجدية المنطقة العربية، أن هذه العقليات المتطرفة شديدة التطرف اللي موجودة في الكيان الإسرائيلي يمكن أن تهدد أمن وسلم المنطقة كلها بما فيها إسرائيل بالمناسبة، لأنه إسرائيل ليست بعيدة عن هذا الخطر. فنزع الأسلحة النووية يجب أن يكون أحد البنود المهمة في هذه القمة. جميل. الأمر الثاني كمان والمهم في هذا الأمر أنه الخطر لا يقف فقط عند الفلسطينيين، ولكنه خطر يهدد. قد يكون هناك آليات جديدة حديثة لدى الدول العربية بديلا عن، يعني احنا مش بنقول ايه، لان بعض الناس حين يطالبوا فيقول ايه الحرب قد تكون فرض في بعض الأحيان، لكنها بتكون في النهاية أضعف الحلقات، لأن إسرائيل لم تحقق شيئا بهذا العدوان على مدى أكثر من 35 يوم غير قتل المدنيين. وبالتالي يعني كل أهداف إسرائيل حتى المعلنة أستاذ أكرم من اليوم الأول لم تحقق حتى الآن على أرض الواقع. عودة مرة أخرى إلى قمة الرياض اللي هتنعقد اليوم، هل ضمن جدول أعمال القمة هيكون في بند خاص فيما يتعلق بالجانب الإنساني أو ما يعرف بإعادة إعمار غزة من جديد من قبل الدول العربية؟ هذا الجانب مهم للغاية، لأنه إحنا حجم الكوارث الإنسانية والاقتصادية اللي تكبدها القطاع خلال شهر مرعب بشكل كبير. في بند هيكون مدرج ضمن أعمال القمة ونقاشات الزعماء فيما يتعلق بإعادة الإعمار؟ بالتأكيد. يعني يمكن احنا فاكرين المرة اللي فاتت، طبعا الكلام اللي بتقوله ده سؤال مهم جدا، لانه عادة الاعمار النهارده احنا في مثلا مصر كانت المرة اللي فاتت 500 مليون دولار في الحرب 21 تم في 2021، النهارده بنتكلم برضو في هذا النفس هذا المنطق. اظن الكويت اعلنت، بعض الدول العربية بتعلن، يعني فكرة الاعمار دي فكرة مهمة
ستكون مطروحة، لكن الأهم من ده هو عدم تكرار هذا الأمر. صحيح. أصبحت دائرة عبثية الحقيقة. صحيح. وده بالمناسبة يعني حينما نخاطب الاحتلال ونفرض عليه مواقف عربية قوية في مواجهة العدوان، وكمان مهم قوي الولايات المتحدة كجزء داعم، لأن هي ولي أمر إسرائيلي. يعني خلينا نتكلم بوضوح، لأنه أنا قلت قبل كده إن إسرائيل دي أو في خبراء عارفين إنه حملت طائرات أمريكية تاخد مصروف وبتاخد كده، فمن المهم إنه يكون الضغط عليها واضح. أظن الولايات المتحدة يمكن بايدن إدارته ضعيفة جدا في هذا الأمر، فشلت في إنها بالعكس ساهمت في إشعال حرب في أوكرانيا، ثم صحيح. لم توقف هذه الحرب ولم تستخدم أوراق. يمكن كارتر اللي هو كان راعي في الوقت الديمقراطي أيضا في وقت اتفاقيات السلام، هو نفسه بينتقد هذه الإدارة اللي هي يعني احنا بنشكرك في أفغانستان وفي غيره. فبالتالي الضغط على الولايات المتحدة مهم لإنجاز هذا الأمر باستخدام أوراق ومصالح، وعدم تكرار هذا الأمر مع كل الأطراف. صحيح. وده هو الهدف الرئيسي، إنه السيناريو الكارثي ده ما نشوفوش يتكرر مرة أخرى خلال الفترة المقبلة ويتوقف فورا الآن. بشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءة الوافية زي ما عودتنا دايما الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. صباح الخير على حضرتك.